يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى سيغادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي متوجها الى المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ليتراس جلالته وفد مملكه البحرين الى اجتماع الدوره الثانيه والاربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي تستضيفها المملكه الشقيقه رافقت جلاله الملك المفدى السلامه في الحل والترحال